دشنت سلطة محافظة حضرموت العمل في مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة في مدينة المكلا. المركز الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي كأول مركز للإنذار المبكر في اليمن، سيعمل على تقديم خدمة إنذارية لكافة مناطق الجمهورية وتحديدا المحافظات الشرقية ورصد وتتبع الأعاصير والمنخفضات والعواصف المدارية والزلازل بإصدارات أوتوماتيكية، إضافة إلى خدمة النظام الآلي في إصدار تنبيهات وتحذيرات وفقا للمعايير المعتمدة لدى المنظمة العالمية WMO للأرصاد. ويهدف المركز إلى تحقيق السلامة لحركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء السيول والأعاصير وتقديم معلومات موثوقة لخلايا إدارة الأزمات والسلطات للاستجابة للكوارث والمخاطر المناخية. الأعاصير والمخفضات الجوية التي لها تأثير مباشر على المواطنين وعلى حضرموت، والناس لم تكن يعني مستعدة لهذا الجوانب. احنا الشيء الذي ما نعتاده يعني ياتي دخيل علينا يؤثر سلبا علينا على حياه المواطنين وكذلك على البنى التحتيه وعلى الجسور وعلى كثير من الامور، بدل ما نعاني منها بعد حدوثها. التدخل الان لو ب 25% يجيك من التدخل 100% في النهايه. يعني دعم هذا المركز هو يحد من امور كثيره جدا، وهو بالنسبه لنا في المحافظه حاجه ذو اولويه ذو اهميه. كأول مركز إنذار على مستوى الجمهورية اليمنية، مركز إنذار بكر للحد من الكوارث، تعرضت المحافظات الشرقية بشكل خاص والوطن بشكل عام لكوارث طبيعية كثيرة خلال السنوات الماضية، لذلك أصبحنا في حاجة ماسة مثل هذا المركز للتنبؤات المستقبلية مثل هذه الكوارث والحد من أثارها.